استعرضت قوى إعلان الحرية والتغيير ملامح عمل السلطة التنفيذية وما يجب إنفاذه خلال الفترة القادمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح إن أبرز ملامح عمل الفترة الانتقالية ينحصر في إعادة بناء المنظومة الحقوقية وحكم القانون وإقامة المؤتمر الدستوري الشامل لحسم كافة القضايا وتكوين لجنة الدستور، بالإضافة إلى التزام الدولة بتحقيق التنمية ودعم التعليم والصحة والإسكان ووقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية، وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استغلال القضاء وسيادة القانون. العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له. تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستغلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.